مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها فسرارها جمر. آه من جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. حبلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، ويعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. هيا يا ولد، طمني يا جيفر. طمنيني عليش انت بالاول. انا تعودت. قولي وش استوى بينك وبينها سما؟ ولا شيء، عنيده وراسها يابس. وما عرفت اذا ما اعطتني فرصه حتى اتكلم. في نقص في الدم، لازم ننتظر شوي عسى يكون في متبرعين.
ما انا برد بعد شوي ان شاء الله. مرعي قول الصدق، وين كنت بارحة؟ مثل ما قلت لك يا شيخ، كنت بالبندر واطمن على بيتنا. والله الشاهد على كلامي. الله الشاهد على كلامك، لكن في ناس شافوك هني. كذابين كلهم يكذبوا، واولهم قاسم. وش جراك ان قاسم قال شي؟ يعني انا قلت يمكن قايل. ما تستحي على وجهك انت؟ بيتي يعني بيت الشيخ يا قليل الادب يا عديم الحيه. التوبة التوبة الشيخ، والله ما عودها. دور دور صف اصفر من هني، واذا سمعت عنك سويت غلط ولا اذيت حد يا ويلك مني يا مرعي يا ويلك. فاهم ولا ما فاهم؟ فاهم فاهم يا شيخ فاهم. دور دور اختم قدامك اصفر من هني، اختم دور مشي. والله ما بخليك يا قاسم، أني مرعي وينقال لي هالكلام ما بسكت عنك، لأني أعرف سرك. يهدد بعد يهدد الهدرة، ما عليك منه ما بيسوي شيء. بدل ما يعتذر يهدد. خلي يهدد لين ينقع ود الحلالة، إيش بيطلع منه ينمونه. بنشوف يا سما من بيفوز بلعبة السنور والفار اللي تلعبيها معي. بنشوف من بيفوز السنور ولا الفار. حالته خطرة جدا ومحتاج لها نقل دم فورا. لو سمحتوا في اي متبرع ياكم؟ لا لا خلاص انا بياخذ بروحي. لو انتظرتهم بياخذوا ساعة. جيفر وش استوالك؟ كنت تتبرع بالدم. شربت شيء قبل تتبرع؟ الممرضة سألتني إذا كنت أبغى أشرب شيء، قلت لها أني متريق دمي. ودي القسم هناك محتاجينه ضروري. إن شاء الله. سمع أنا حملش كامل المسؤولية إذا استوى فيه شيء. تعال معي مقر المستشفى. فكرة حلوة بس أنا ما أحب أكل المستشفيات، يعني لو مكان ثاني برا. تعال معي أمري لله. أنا بس وافقت إني أشوفك لأن هذه آخر مرة تشوفني فيها. حوش لأن عاداتنا وتقاليدنا ما تقبل هالشي. سلوى إحنا ما سوينا شي غلط. سلوى أنا أحبش. وإيش نهاية هالحب؟ الزواج طبعا، بس لازم أكمل دراستي. ولو حد تقدم لي ما أقدر أرفض، وما أقدر أنتظرك لين ما تكمل دراستك. بس أنا انت تقول انكم اغنية وعندكم بيت كبير وعندكم املاك وشركات. عنا كل شيء. وانا ما ابي من كل هذا الا غرفة صغيرة نعيش فيها مع بعض، الا اذا كنت ما تحبني. والله العظيم اني احبش. وايش الدليل؟ تطلبني من اهلي.
أظني أني سويت اللي علي. بعدني أحس بدوار. صدقي خليني أكل شوية وأشرب عصير. زين وديني بيتنا. نسيتي إني جيت بسيارتك ولا تبيني أرد مشي وتضربني الشمس ويمكن أتعب وأطيح وسبحان الله يمكن أموت في الدرب؟ بوديك المستشفى ومن هناك تشيل سيارتك لأن عمتي تترياني. ولا نسيت؟ وين سايب؟ برقد في غرفة الضيوف. على راحتك يا ودي، بس لا تنسى باكر من غبشة بنسيف الشرقية. إن شاء الله. با شكرا. هذا هو البيت. متأكد ان هذا هو البيت؟ متأكد وفاضي. عن يستوي فيه شروة الاستوى المرة الماضية. لا تخاف، انا مراقب اهل البيت من زمان وسايري بمسقط. انت ولا انا؟ لا حبيبي، هالمرة انا اللي بدخل. على راحتك. أنا كنت باغى أشرب ماء لكن ما باغى أشرب ماء، ما عطشان. عطشان؟ ها؟ باغى أشرب ماء عطشان. تعال بس كيف، تعال. واش عندك من الصباح الله خير؟ هلكتينا. حد يباك عند الباب. من؟ ما اعرفه، يقول انه شريكك. استوت عندك تجاره وشركات وانا ما عندي خبر. تو انتيه من سمعتي انه شريكي على طول راح بالش في الشركات والتجاره. يا بنت الحلال، الناس تشاركوا في اشياء كثيره غير التجاره. والله مثل ويش؟ مثل 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 سفر ومثل دراسة. هو تو الريال يا سحس على الباب ودي يا ضرب سوالف. هو جمعة انت بخير؟ وانت مش شايف؟ لا ظنيتك تكون في المستشفى وحسبيت الريال يا وداك وطاح فيك الضرب. بتفضحنا. اسمع خليني اروح ابدل ثيابي ويك. اهلا عمي، ما شاء الله جايين جعلان. مع من؟ هي عارفه الشيخ مبارك. بس زين بنتلاقى هناك مع ان شاء الله. متى بتوصلوا؟ يبان ساعة تقريبا. هاي طلال يسلم عليك. الله يسلمك. في امان الله. بينا هناك. زين. خير ان شاء الله. بعد ما جايين مرة ثانية؟ الله بيو ماشي باص عليهم.
لكن أنا خايف من هذا الردي مرع يكون هني. والله الشيخ بيهلكني هلاك، بيلزق لي في رقبتي. انزين ليش ما تبيعها وتريح عمرك من المرعي ومن الارض؟ افا والامانه؟ الامانه الامانه الشيخ الامانه ذي موصلني عليها حياه ابويا يعني الله يغفر له، والوصاه احصاه. والنعم فيك وفي ابوك نشمي ولد نشمي، لكن ذا اللي اسمه مرعي هذا ما اعرف منين طالع، روح اشوف مختلف عنكم غير نمونه. الشيمه الشيمه الشيخ هذا لا تذكر لي اسمه، والله يا بسمع اسمه يجيني عوق في بطني. اقطع سوالفك. تضحك علي ها؟ هذا بدل ما تساعدني شركه وشركه، هذا اللي اتفقنا عليه؟ تشرد وتخلي الريال يلتني؟ انا تميت حرصك بس انت اللي ما رديت. وتبغاني ارد هناك مره ثانيه؟ حويش بايع عمري. اسمع اسمع، المره الجايه انا اللي بختار، لان كل اختياراتك غلط وغلط. شوف كيف؟ انت توك اللي متعلم الشغله حبيبي، هذه المسائل اللي بالك وقت اللي انت تتعلمها. طبعا بتعلمها وبصير بروفيسور دام عندي استاذ كمال. لو بلغت عليه بنته ما بتتزوجك لين تموت. اصلا رد الموضوع على راها فهي ما بترضى ابدا، وهالكور ما يباها برضاها يباها غصب. اقول مرعي حاول مره ثانيه يمكن يلين قلب الحبيب ويرك. والله اقولها عل وعسى، يمكن يوم تهددهم يخاف قاسم ويقول زفها على عينها. وراي وشيخ الشيخ ما له خص، موضوع بيني وبين قاسم عمي قاسم. شوف شوف يا عمي، بصراحة أنا اليوم جايينك ومعترف إني غلطان وايد غلطان. إنزين ومشيت وريعت وبعدني مشيت وريعت. إنزين المهم أنا ما بطول عليك، أنا قلت لخاطري فكرت، قلت يا مرعي أنت ليش نزعل عم قاسم؟ واليوم أنا بصراحة يا راضيك، والمثل يقول يا عمي قاسم إذا في حد أكبر منك مخاص منك سامحه. وهذه بوسة صيح يا عمي، اليار لليار ولو يار. واطمن يا عمي قاسم أني سامحتك وما ببلغ عليك. انبوني أنا أول رايح المركز مستن رايح أشتكي، لكني وقفت في نص الشارع قلت لا، هذا يا عمي قاسم أبو دلاء أبو داود، وفي خاطري سامحتك أني سامحتك. وعاد ما دام اني سامحتك يا عمي قاسم انا متاكدها انك ما بترفض الطلب اللي جاينك عشانه، ويا ريت عاد لو ترد علي حينه، حتى تعرف اني عرس ويبال عباله، والعرس حق الشباب اللي مثلي يبال عباله بذهب عمري. ها ايش قلت؟ كلم الأحباب، علامك علامك انت يا ابوك، افتح الباب.
ها ايش قلت يا عمي موافق؟ انا متاكد انك موافق وما شي داعيها انك تشاور البنيه، انا اعرفها انها موافقه. وامك يا مراعي، لكن لا انا قوي، اللي يما مستغني عنه يقرب لي. انت ليش تضرب؟ انا اصلا ما قصدك انت. ما تستحي على وجهك، ما تخيل انا جاي اخطب على سنة الله ورسوله. ما حد يباك، ما حد يباك، غصب هو غصب. وليش ما يبوني؟ هني هش فيه اشوف لي هش محسناتي وهش مغواية. إذا كل هذه السنين عزاك تنعنق كأنك ياهل ويتيم وابوك موصلني عليك، لكنني بعرف لك بالشغل. نمو واسجوا زي ما اسجوا. بتغيبوا مني ما عليكم، بتغيبوا. فلت أقول لك فلت. بس خلاص بضرب بس. الشمس بس زين يا أخوي. بس طلال ريلش وابو ولادش. الأمانة خارج حسبة أي تفاهم. سين سويتي يا بنتي إنش اخترتي تعمر اللي تعبوا فيه أهلش؟ أمش وأبوش الله يرحمهم تعبوا وتعذبوا لين عمروا هالعابي وترسوها من كل شيء. الناس كانوا نايمين وهم يشتغلوا فيها ليل ونهار. كسروني على اصبعكم الكسر اشوف فيكم تتكسر واحد واحد. يا الله اسري الشيخ ميت علي غم واليوم طلع على شيء كل نظاري. يا الله كسروني يا الله. بيبلغ علي انا ضار منه، خلي يطفر كان بيبلغ يبلغ. ان شاء الله ادخل فيه السجن ما يهمني، انا ما بخليه يلعب على كيفه ويدوسنا. هذا لا عند احترام لا حال الكبار ولا حال الصغار. الحين برد قلبي يا خالي، الله يبرد قلبك، ربي يخليك ذخر لي. أيوة أهلين. هي أنا أخت المرحوم سعد. لا ما شفتها. أي أوراق؟ يمكن في الشنطة اللي استلمناها من الشرطة عقب وفاتها. إن شاء الله أول ما حصلها بتصل بكم. مع السلامة. يا الله.
تعدني وانا هناك اضارب وحايز عنك. انبوني عاد مره بسوي بهم سوايه. نعم سوايه واي ساويه واي بلاليط. يا الله يا الله يا الله والنعم فيكم. شفتكم من شد فيكم الظهر يعلى ظهوركم اليبس والعصبه. يا رب يا اخ 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 يا الله. كان على الاقل واحد فيكم يعطيني اشاره عشان اطير احد يصيدني. بصراحه هم يونا بغدر وعادني قلت الشرده نص المريله وقدامهم الشيخ مبارك وعاد الشيخ مبارك. من بقى يقدر يضارب الشيخ مبارك؟ قول لي. ها والله ما خليتهم غير اسجلهم واحد واحد. الله يا الله يا الله يا الله. اقول مرعي كانك هونت. ما هونت لكن اخوي المثل يقول اول استريحوا خلاص مشوا. يا حي ومرحبا. والله مرحبا يا نعود. قربوا قربوا. كيف حالكم؟ يا حي وسهلا. طيبين؟ يا حي والله. كيف صحتك؟ مرحبا هالريال. عساك بخير ان شاء الله. مرحبا يا نعوده. حي ابو ولدي. حي مرحبا وسهلا والله. مرحبا وصلتوا بالسلامه. وصل ربك. هات علومكم. ما شاء الله الخير. ما خابرتوا بشيء؟ قالوا لكم شيء علوم؟ تسلم ودو. دارك ساكن الحمد لله. الحمد لله. دين يوم وصلتوا بالسلامه. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا نعوده. يا مرحبا يا ابو سهل. يا مرحبا يا مرحبا سهل. مرحبا يا نعوده. يا حي الله شيخ متلاقين. يا مرحبا يا نعوده. يا حي الله. يا مرحبا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. قربوا قربوا قربوا. يا حي الله. يا حي يا حي. ثياب ايش اللي يسويني؟ من ثياب قصر حسك. هاي نعم هيد اللي معي هدوم. لا والله حجي الشيخ ما تقدمتك. وانا الحلال هذي وانت لا واحد. خذ علومهم. علومكم يا جماعة والله ماشي علوم للخير. يا مرحبا يا نعود. ماشي اخبار؟ ماشي ربك. من صوبكم شي علوم؟ ماشي معنا ماشي الا الخير والسرور طال عمرك. الحمد لله. يا مرحبا يا نعود. هاتوا كوه. يا حيه والله بالملازم سيف. حيه ودوم الشيخ مبارك. مرحبا بك. اشوفك مرابع الجماعه. هي نعم الله يسلمك. هذا عم ذياب وهذا ولده طلال. والله مرحبا وسهلا. حياهم الله. ود الحلال هالريال نشمي وراعي وقفه. تصدق ان عيوننا ترقد الليل بطوله بوجوده هو وربعه. الحمد لله الحمد لله. نعم معلوم. هذا ولد اخوي ولد اخو ذياب بن سيف. هوي جماعه كان تبغوا تشتروا الارض انا ببيعها وبالسعر اللي تبوه. ياكم ياكم الطم ياكم. احنا في وادي وهو في وادي. علامك انت علامك. خير يا مرعي اشوفك كانك طالع من ضرابه. لا والله طالع من مناطح اني و12 ثور. لكن ابدوم مرعي اسكت.
أبويا خالي باك تذبح حق الضيوف. قولي له إني مريض وتعبان وما أقدر. أنا قلت كي وعلمت الولد يخبر خالي إنك خاي، قصد إنك مريض. خليه يعق السكين على واحدة منهم، خليه ينقي السمينة. زين والله ما ذبحت يا شيخ، ما في داعي، احنا رايحين. راح يضبيان، انتوا ام ماشي مني لين التعشوا. حش علي عشاهم ما عيني في بيت الشيخ. نعم الا الجماعة يوم دخلوا علينا ما شاء الله، والله ان فواد يرتاح. ما شاء الله دخلتكم علينا تريح الفواد ما شاء الله، خصوصا انت يا دياب. دياب ابو قيفة والنعم 16 ما شاء الله. يا مرحبا ينعود برخصتكم يا جماعة الخير. أقول لك قابل إيه معه، أنا بعاذركم دقايق كي وبرد. فضل فضل فضل. والله شوفوا يا أبو جابر مستوالي كلامني كأنك غطيت عني، لكن أقول لك بنتعشي وبحايل الريال على الأرض، عسى يوافق ما دام نرتاح لك. ها هو مش عندك بيوافق غصبا عليه بكيفه، أنا شريكة في الأرض، وإذا ما وافق بتشوفوا إيش بسوي فيه. الظاهر إني مقبول إني أتعشى معهم عشان تأثر عليه ويوافق. وإيش اسمك؟ آه؟ والله من الضرب نسيت اسمي. ما لقيت في غرفتها. انزين ما تتذكري وين خليتيها؟ والله يا بنتي ما اعرف، لكن انتي حوشتي بيته. اتصلوا بي من الشركه اللي كان يشتغل فيها السعد ويقولوا انه كان معه اوراق مهمه خاصه بالشركه ويبوها الحين. زين بصير ادورها في حجرتي. يعني انتوا بخير وبتردوا الليله؟ احسن تباتوا في راس الحد ولا في صور وتيو باكر، المهم ان الامور ماشيه تمام. ان شاء الله خير. سلم على ابوي. كلهم هلا هلا في الدرب. ان شاء الله. امي تقولكم هلا هلا في الدرب. فمان الله، مع السلامه. ها ولدي طمني. كلهم خير وبيتعشوا مع الجماعه وبيو باكر. طلال يقول انه حاس ان الجماعه بيوافقوا هالمره. يا رب. يا رب امين. ويش تبيع البيت؟ عشان ادرس. ما يصير، انا محتاج اني ادرس، محتاج ادخل كليه او جامعه. ما بتموت اذا ما درست. اوف. لكن بتتلته اذا بعت البيت. البيت اللي اشتريته حالك واللي لين تو ما قادر اكمل ترميمه. اسمع، صحيح اسعار البيوت غاليه، لكن الكليات والجامعات اغلى. يبالك تبيع عمرك اللي تكمل تدريس. أول واحد بيقول لك بشر البيت ذياب ولا واحد من ولاده. أقولها لك بالصوت المسموع من الحين، بيت أختي ما حد بيسكنه من آثار ذياب، وإذا ما تباه من باقي نروح لسكان اتنازل عنه لأنه أصل بيتي. No, no, no.
قربوا قربوا جماعة قربوا. تفضل 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 تفضل. الله تفضل يا مرحبا يا عود. قربوا 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 يا جماعة قربوا. هذه بامراق واو حطوا حطوا بامراق تبون من هذا ما اعرف روحي لا لا سنين يا ذهاب سنين وانا حارب نفسي من بلادي وهلي بس علشان ما اشوفك وتمر السنين واشوفك هني اخر مكان توقعت اني اشوفك فيه ومع من مع فايل لو تعرف من ذي غب يا فايل قرب الوقت يا علي قرب والميت حي ما مات وقريب قريب برب بيته قرب الوقت قرب وين حصلتيها؟ أفريدي كنت ضامتنها فوق لأني ظنيت إن فيها شيء مهم بس يا بنت الهم نساني مكفولة ما تعرفي رقمها؟ من وين بعرف الرقم؟ عيل ويش الحل؟ ماشي غير ان اوديها باكر عند حد يفتح القفل برايش يا بنتي انا بصير ارقد تمسي بالخير يا بنتي وانت من اهلها خليني أغير بتاريخ ميلاده أوف أحسنت أحسنت أحسنتوا يا جماعة هذا احنا وجبناكم تعشينا معاكم وشربنا قهوتكم نبغى منكم الحين انكم توقبونا وما تردونا انت راعي موايب يا ابو جيفر لكن الموضوع ما معيني الحين الحين المشكلة ان راعي الارض ما بين ليه يومك هذا ما نعرف فعلومه انا لحد الحين ما فاهم شيء كيف ملكية ارض وباسم رجال مسافر ومهاجر في وقت ما كان في هناك ملكية لا الأرض ذي مكتوبة باسم حياة أبويا وحياة عمي حوز على الأرض قبل لا يسافر وذا كان الحال في ذاك الزمان كل من يحوز صحيح الحين يوم شفنا اللوادم كل من يطلع ملكية حق الأراضيهم قلنا فعليك احنا بنتلاحق بنمشي نطلع ملكية على الأرض اللي حوزناها
الحين ابوي توكل عن عمي، وبعدين عاد عرفنا ان عمي وحرمته توفوا رحمة الله عليهم. الله يرحمه. الله يرحمه. لكن اللي نعرفه ان هناك ولد، ولد عمي، الحين احنا نترياه يريع لنا يكون نسلم الأمانة، وذي ابو جيفر أمانة في رقابنا. افهم من كلامك انه ما لنا نصيب في الأرض. والله مستحي منك يا ابو جيفر، ما اعرف ايش اقول لك. انا حتى ولدك جيفر قايل له. هيا سمحونا احنا نترخص. افا راعي ضبيان، هين بتمشوا في هالليل؟ لا انتوا بتردوا هني، وان شاء الله اذا صبح الصبح بتوكلوا على الله وبتردوا بلادكم. ما قصرت، ترى مكسبك، لكن احنا لازم نروح تو علشان الصباح عندنا شغل. سمحونا، مع السلامة. حيا وسهلا. مرحبا يا العود. والله عدنا بس سموحة ممكن. مالي مالي، ما في نصيب. مرة ثانية إن شاء الله. وين يا شيخ؟ مالي شهور؟ مالي راي؟ ايش ذي كلام تقوله يا مرعي؟ هذي الكلام الصح، مثل محمود ولد عمه، ولد عمي يعني بعد، أني مرعي الميز. قلت من؟ حمود ود عمي، حمود ود الحمدي الميز.